يا من يريد مسارة وين قلبي يا برا يا وسط الحضرة يا بابا يا بابا رمضان السنة نسمة طيبة نسيت العزيزة سيبتي العزيزة من يوم ما دقت على بابي قبلت وضح منها سوابي قولوا لي يا شلامي يا صحابي سيبتي العزيزة والله يستر معك سيبتي العزيزة عندي شغل بدي روح هلا حيات وي هاي حنون عمي رايحة عدوا إن شاء الله ربي معك حد وحشك باي سلم عليها صاحبتك ورد بالك على روحك أوكي ابني عايش ولدي رد بالك تطيح أم هاي هاو كستي يعطيك الصحة أم لفك يا إلي ما تقوليش حجيلة ونمشيت حجيلة مستدعية مع صاحبتها للعشاء وغدوة تروح شكون هي صاحبتها هذي؟ تعرفها انت ليلي ما نعرفهاش اما قالت لك قرات معاها في الجزائر وتخدم في السفاره نتاعهم لقاتها بالصدفه في الفيسبوك هيا باهي خليها تفرهد شويه هيا بقوا على خير غوي ماشي يا حجينا دوك حياة تقول لك وين باي شوف صاحب المنجي نعدي هنا هنا ما فهمش انا هيك نعدي زوجة نقصنا شفتك ليش تعديت ولا ايش والله عندي لك سؤال خطير الحالة اللي فيها نحن بيه سماها قلق قلق لا ولد عمه بيه صح فيه لا بقلق وقيني وزيد الفلسة وراح مدوية حتى بالقرص لا تتعديها يا بيش بيك نحن مدام قلقين عندي رابة ننزل عليك بصرفات وانت ترجع الصرفات اللي يقول أحلى ولا ذاك اللي أخسر بالله بالله توابي لعبة الناس تلعب في الدوم وفي الشطرنج وفي المونوبولي واحنا نقوم هكا نسلقوا بعضنا ما عجبتكش بي عندي لعبة أخرى شنو هي اللعبة هذي بالمسطى اسمع يا صاحبي يا سيدي ما احنا الزوج قلقين وفلسينا شنو رايك نوليو متحايلين ماشي متحايلين اختاك المنجي التحايل راهو مختار يا اخي شبيك يا محبس تي مش تحايل تحايل تي هذا ولد عمو يشبه له تعرف يا صاحبي فهيم حاجتي في حويجه منها نحن نطير القلق ومنها ثميش انا ما رجع فلوسي اهل خويا وامي الجماعة واحمد بوي العزيز قول لي حتى حق سبيد اللي ما عنديش يا صاحبي فهيم يا ربي يا ربي تي راهو حقي حقي وما يسرقوا يا صاحبي فهيم تعرف يا راني نعمه كان تمشي فكرتي نعطيك حويجك تمشي فكرة كنا مشي نحن زيز نشد الحبس واش نقدر نخيطوا في الليريا يا حبيبي يا حكي احنا باش نصبوا على بنكا بسلاحة يا صاحبي فهيم تحيل تحيل خفيف اللايت المهم ما يزمنيش نخليه الجرة يا صاحبي فهمتي ولا قولوا لي يا جماعة يا اخي تستنوا في حاجة هوني ايه نستناه في الفرج يا باهي غير ما تأيسوش برك انا نتصور ذاك راه تشد في اللومبوتياج ما عادش يبدا بون دو فينيان اي صاحبي فهمي اسمع نمشي نكملوا حديثنا في القهوة ونضرب محير يا صاحبي قوم 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 زيد اللي في جرده للريح ما يرتاح اشنو يا فطيمه هالرياح وما الرياح اش فما زاده منجي يا خالي يحب على شهريه عنده الحق اشترى المشروع تحل بفلوسه تشبيه قلنا له ليه احنا شهريه استنى حدا يمشي الامور وتعطيوه الشهريه بوقتيه يا سيدي مو لازم مصروف هو قدم على طلاق ويلزمه نفقه لكن نفعه يا رفيقه منين باش يجيب هو يا فطيمة كلامك معقول طويكة أما احنا هنا كنا كيف كيف عايشين بلا شهرية
يصبروا شوية حتى لين نخلصوا الديون نتاعنا وتو نعطيهم شهرية يا سيدي. يعطيوه نخرة تفتوفة جد سبيدري ما لقاش باش يشريه. سبيدري عليه ناوي يترنى مع ليفربول. تيمو يشلك باللي عنده. أنا في بقعته حد ما يجي في بقعة حد. يما على ولدي من 50 عاش 10. العشرة هذوكم كارتا أما البقية صرف. يا حيات مانيش عارفة الغلطة في عيني ولا في قلبي. ولدي كبر وما قال لي حد. تشكون تحبوا يقول لك يا فطيمة كانش الضبط الحالة المدنية. أمي وين ماشية؟ نسرح ساقية. أيوا هاكا ولا زوس بدريات توا. زعما منجي خلينا بصراحي راني نخاف من الالعاب هذي. يا حبيبي تيش ما تخاف يا صاحبي فهمتي هو تحيل خفيف وعلى خالي ماهوش براني. نقول لك حاجه ورحمه بالله تشتغلي تبعتني تربح هنا. وكيفاش هذا التحيل؟ كيفاش؟ كيفاش معناتها يلزمنا نلقوا فكره عالميه. قول انت نستغل الحدث نركب على الفرصه. انا فرصه هذه انا ما نعرف كان الركوب على الثوره. نقول لك لقيت يا الونز. مش قال لك اللي ما تهذيه لوج على واحد ارهابي نايم لوج لوج عليه ما لقوش. بالله اختنا يا صاحبي فين من حكايه الارهابيين. انا جبت على الفكره وبدا يبرقي. لو دي فاهمها يا المنجي ريه الناس ما تعطي فلوس كان ما تخاف. بيه من الحقيقه راني خوف منهم الارهابيين. راني نقول لك واش بتخاف؟ غزبت كناب اللادن ولا ابو البراء اسكتلندي يا ودي فهمه مش نركبوا على الفرصه. بيه وكيفاش؟ تربك ودنيك مليح. تربك ودنيك؟ بيه انا تربك. زيد تربك ودنيك مليح. ها هكا بيه ولا؟ ايه قد ما تربك بيه. اسمعني مليح. شد عندك. يا سيدي يا بن سيدي يا مرحوم سلامة. بسم الله المنع ستار. يا سيدي قلنا السلام عليكم. وعليكم السلام يا خويتي. صح انو راكده في المغرب؟ وش حابني ندني يا خاي؟ هاني نسكن في سيدي بوسعيد في سرمال ومارينا منها شيء بخلاف البيبان الزرق والبنبلوني. يا رب انا خاطر وش تحبي ندني ليك؟ ندني ليك البيبان الاخضر ولا نابت بتاع البنبلوني نقول لي دور عياري؟ انا يعني وعندك خوك غدو قول له يهزك يدور بيك. بدل لينا حط لينا شويه فرنسي غنتبعوا شويه اخبار. حر 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 وشويه فرنسي جات الاخبار بالعربي ما فهمتهاش خليها الفرنسي. شوف هذاك جاك دوسونج اللي يفهم بالفرنسي يعجبك شي ثاني. اول دينار انا قلقت روحي طلعت خلاص. واش هذا؟ خلنا نخرجوا ندنوا فيها دور واحد من يعرف على عمره يمكن غدوه يصبح حي ويمكن ياسر يصبح ميت. راه لا حول ولا قوه الا بالله. بس عندي فينك يا مخلوقه؟ يا بابوش يا بابوش لا تنا وش بيك الفاه؟ وي 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 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وي 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 انا ما تكلم وش بك قرسين اخي؟ وش قرسين؟ ما سمعتنيش اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بنت ارهابي ارهابي الله ما عارفين نمشي ناول منجي يا ربنا الزنس مش امير سلطان بتاع ارهاب. لا لا الفهم الفهم اخي ما تفجعنيش نراني كيف نتفجع عندوخ خلاص. هناك تفجع قوم نرقص. تتبسط علي تو الزوزه ماكم تشوف فيا خايف خوفان نرعش عشان برقل برقيله ماكمش حاسين فيا. لا 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 حاسين بيك الفهم وبالاماره انا ماشي نرقد. واش يا بيبيشه تمشي ترقد وتخليني ناول فهم راسنا راس الارهابي؟ واش هذا؟ مش كتشوف فيه مسكين يرعش عشان يتبرقل تبرقين تقعد بحذانا حتى على عيني؟ لا 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 عيني لا وذنك تصيبه تفوت تصيبه اسمع الفهم ما تقولش لا يتبصر على كبيبيشة. طب شوف فيها مبصر يا بنتي زنس ارهابي جنرال بتاع ارهاب معلق لحيتين لهنا وشعار شعره طويله ولابس قلصون ولا قميص وسبدري غزاله. مالك شي ارهابي تعب؟ منين تعب؟ شد رجليش وتمشوا بالدم. هي واش يحب فينا؟ قال لنا اعطوني مليون ولا ترشقكم في الراس بكرتوشه باذن الله. نهار مغلق مليون على الراس ما تقولش لي حتى ببشفانا. ذهب الليل طلع الفجر والعصفور سو سو
bien moi. Hé! Ta chahna! Markeina! Nous sommes cette fois accompagnés de Darren Gerard. On a évjat, les serait ta chahna. يا دوكيمونتير هذا ونمر يصول ويجول فما نمري مركي قوم قوم برقد حطينا هاني قايمة حطينا قصي روحي مهزهز ومدكدك وقال تحليلك يا خربي ماي يا يمي اجريولي يا مرجي شبيح قل على ولدي شبيك قلبي يا مرجي فيق عايش ولدي غبال شريك زص بدريت يهديك عايش ولدي يا عزوز قوم قاعد تتفرجه ديخ يا حيات يا حيات يا بنيتي يا منجي شبيه خويا منجي ديخ منجي يا منجي كيفك ترجع فينا ترجع فينا شوية عليك ترجع فيا تير شنو يا ودي باي ما احنا قدامك اخ خالي تير رابي تير رابي رابي يا فطيمة يظهر لي ولدك خلو خرجت الحلة إلي فوتي كما يقول هو بعيد الشر عني بعيد يا طيبة يا خالي يكمل حسونة نزيت وراك خالي يا مان اسكت خليه يكمل يفهمنا الحكاية هي منش تكلم مش نكمل لكم خالي خالي احنا مروحين للدار انا وصاحبي بيت احنا قريب نقلته للبير والسيد بسم الله الرحمن الرحيم يتصرف ينقص عينيه تتشعل تتشعل تعرف غالي عنده عرقية وقميص ولحيته طويلة لوني لوني وكتفه مضروب ولفه بشولتها والدم يكتر هكا تعرف يقول لي رابي يمي يا رابي يمي رابي 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 سا سي تري غراف سي تري تري غراف سا سي دخلنا لمرحلة الهلواس وتعرف المرحلة اللي بعد الهلواس تجي لهبال أنا كلم فيكم إكس بهبول ونعرف راو أنا مالا أنستو بسي المنجي والإر متاعه يا خالي يا خالي أمانك اقعد خلي كمل يفهمنا الحكاية والله يا خالي ورحمة بويا كما نحكي لك بالحق تعرف يا خالي جبت فرد مسدس مسدس خالي غدوة كما تجيبش مليون والميكلة نخطف واحد من العائلة متاعكم رهينة واحد من العائلة رهينة أيوه خالي ردوا بالكم تقولوا للشرطة وعليها ما خطفك شي انتي بربي كنت بحثاه ولا سيادتك اينابت صحيتك اذكي بالله يدوي خالي كي يخطفني انا شكون باش يجيب لك بالاخبار يا منجي عايش خويا اللي تحكي فيه هذا مثبت منه ما مش قاعدة تهلوز ها يا ولدي الارهاب مش مجايب ورسدي بصحيت جاي ياكل في الباب بالوني بالوني وين مني نعرف على امه وين عيط تعرف هذا يظل هيك الارهابي اللي الشرطه تلوج عليه الجمعه اللي فاتت حقا يا اخي انتم ما عجبلكمش بيا وتعرف يا مي وقال زيدا يمكن يسر الليل يعمل علينا طلة طلة لا ينعقب وليه احنا لا يا مي باش يتعشى على خاطر عنده وبنته ميت بالشر شو يتعشى وقال لكش يا شاهي سيادته كسكسي بالعصبان والا كفتاجي بالكبدة برمشي يرقد برا برمشي يرقد قم ارقد قم ارقد انا عم في عذابك سرعة توا وين ماشي ومخلينا وين يلا ماشي نعمل كاس دي كاستين في القهوه العاليه وجرب سي ار بتاعه هذا يعرضني لما نفصعلو الكرايم بتاعه سيدي انا راني قتلك وانت دبر راسك يا خالي كي يطلع يحكي فيه منجي صحيح انا بديت نخاف ما تخلينيش وحدي يا بنتي يزي متخلويه يعني هوني بحذاكم انا وين عندي ماشي وهذه ما تطلع كان طلعه من طلعات سي المنجي انا راني قتلك وانت دليل جملك نامبورت كوا ولا تعرفوش كيفاش يا جماعه ها مادامكم خايفين نتوما وانا السند المعنوي الوحيد نتاعكم فتو زيدوا قد بعضكم شويه وكاو يما على خي يما مليون كامل يا خي مليون وعلاه وخي وخي مليون وخي علاش مش وليدك ليه وخي وليدي اش دخلو اذا كان فما حد يلزم يتخطف هو انت وخي انت المسؤول وانت راس الخرطله اسمع اختي اسمع نكلمك من توا انا لا نعرف لا راس القرطله لا راس الشر لا راس البروك اللي وراو انا راني مواطن كايها الناس راهو هذا حكايه فيها اختطاف وحجز رهائن ولا شنو انا انا ناس الكل سواسي يا راهو كاسنان المشط هلو افري بعدي وكيما قاعدين تشوفوا وكب بيش راقد وانا راني مشني باش نبت معاكم برشا عالجل راني مهدب الاغتيال من طرف ارهابي كانت قابلنا غدوه تقابلنا كان ما تقابلناش
لا سقيو لا تينا كبيبيشة وراقد يشخر يطلع شي هو الخلايا النايمة هبيبيشة هبيبيشة لوط خميس وش بيك بدي لا تينا بيبيشة باش نموت بالخوف أخي راهو ليلة زرقة أخي أبتي استعذ بالشيطان ما قريش القرآن ويرقد يرحم بيك أخي وش كنت نعمل نحفظ في المحفوظات القرآن اللي حفظته الكل قلت وشي ما حبش يجيني النوم وش تحب ندلي ليك جيب لك بنت بيحفظك سورة البقرة إيه إيه وأنا نقول ما خلى ربي ما عطاني سكنة في سيدي بوسعيد في سيرمير وأنا وقيلاني كاريه في الشعامبي وما يجينيش عجب غدوة بيتنا والإرهابي راسو ذنب أخميس خدت مني فاك المكاتب لخوك وعلاش ما نمنوش نالمخات والخوي مش كتسمع فيه قال لك عرضوني زوز صباي مشو كاكا قال لك عرضوا واحد سيدي عثم ثمي وهز بستولي مشو بستولي هز رشاش وقال له يطعتيني مليون جنيه ولا نختل واحد فيكم ان شاء الله خويتي ان شاء الله من فمك الرب كان يقتل فيهم خوك يا بنتي بالذي لا 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 ونذبح وندبي زردة وظل نرقص بالمحارم اطفل اطفل وش بيك وش بيك ياخذ بعض خي ما قديتش نرقد خفت من الارهاب قلت نرقد ما بيناتكم في الوز بيناتنا ايه خليه بيبيش اخوي اخويك صغير بر يا اخوي نحرك انت وياه هطفل اخرج برا خلنا نرقدوا ليلة زرقة هاي بر بر نفهمه خير رد بالك على روحك ناوي بيبيش انتو نرقدوا نانسكلوا على لوحنا بالمفتاح لم كنت اخوي لا يوليك ربي اما الاصباح كان لقيتيني ميت قرصة تعدي العبيدي ودي شهيبة خلصي سنة 3500 وبعد قبري هكا داني حوض متاع نعناع اسقيت كنا على خميس باش تتفكريني ورد بالك للطيب الا الطيب النعناع متاعي لا لا تهنى ما ندني ليه كان الكاكاوي لم كنتي اطلع ب 3500 واش نصرف عليك انا عندك راجلك يا واش باش ندني انا تو واش عندك تدني خميس اقري قران ورقدي طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر على هلاتنا هم شو قرآن ذا ايه المنزي معناها الأمور مريك لغاك ايوه صحي طلنك لا 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 معناها الأمور مريك تعرفك يا خميسة أختي نزيدها ضربتين بالذي لا 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 هو تخنك بابوش اسمع خير بركة انت هنينا على خالك تحب يقوم الصبحة ما يعرفش كوعه من جربوعه هاي قطوط كوي زدنا الواحدة شويتين يبات الحس ويرقد ساعة الزوز وقت هنكملوا الخطة الخزندعية الإرهابية صحنا استنى فيك في البرد ايش بك بدي يا عمي وقت توا اصحبي شوي ماني كنت انا نستنى فيه حتى لين يرقد مليح فهمت ولا اسمعني توا ترجع ترقد وتطعم جيك تعمل روحك ما في بالكش خلي الباقي عندنا صحبي شوي انت بالك لا تبصينا انت ما عندك انا شيء زهيت هيك بيبي زهيت شت صحيت بسم الله العظيم الرحمن الرحيم هو باب الدهر هذا شكون يطلعش زيادة كلام المنجي صحيح والراجل جاي يتعشى شكون بسم الله العظيم الرحمن الرحيم بسم الله العظيم الرحمن الرحيم بسم الله تبين خارج تبين خارج يا عزوز تشني هالتسرع هذايا وكي تخرج يشدك يقول لك هيا اعرض لي سورة البقرة ترى
باش يختبر الإيمان نتاعي. أش نقول له؟ وقت اللي أنا حافظ كان سورة الفاتحة وقصار الصور والإيمان نتاعي صحيح والحمد لله. سيدي يا راجل سيدي امبوسيبل امبوسيبل، هذا ما يطلع كانك المغط المنجي، خرج يعمل في دوره يطلفح كالعاده ورجع تو سامبلومون. وخلينا راقد يشخر. يا ربي اش باش نعمل؟ هاي طلعت الحكايه بالحق. وي خويا خويا خويا، شكون؟ شكون سيادتك؟ اخرج يا سافل. لا يا ولدي ما عندي وين نخرج، انا صحتي مهلنا، لو كان نخرج تو نستهوى. اخرج يا فاجر يا كافر. يا طاغوت. انا طاغوت؟ انا لا اخويا، غلط في المدرسه، انا انسان مؤمن، انا مؤمن. اسمع اخويا، خويا تحبش نعرض لك سورة الفاتحة؟ اخرج كانك راجل. لا والله ماني راجل، واللي قال لك غلط ما يطلع كان فاسد وكذاب. اسمع اسمع خويا، برا لك المنجي هذاك، برا له هذاك، توا دوب ما تدق عليه يخرج لك فاسد الماء. لوزا ادخلوا عليك اذا، ادخلوا عليك اذا افرقعوك. وين داخل؟ وين داخل؟ ما عندك وين تدخل؟ اسمع برا على روحك، برا شر، ايا شر. اسمع ما ترانيش عاقل انا هكا، راني متراني، راني وممكن نسال زمان في سقوط. اسمع كانك جاي على الفلوس، ها تو يجيبهم لك ولد اختي غدويكا، كيف تفهمتوا؟ وكانك جاي على العشاء دار عزاب وني ما عندنا ما تاكل. الو خويا مازلت هوني؟ مشى يظل يخاف مني زعما. تعني يا صاحبي زي تعرف يولي في طاف يا ودي مش طاب شاط خلاص. اسمع ما كملناش الخدمه، ناني مشيت على الاخرى في المزارع طويل، هات المفتاح. اي سيدي اي في المفتاح. اسمع صاحبي رد بالك، خاطريتها بصراحه خير شويه على الطيبه حيودا. فطيمة هذيك أمي والأخرى أختي، كن متهني. اسمعني ما تنساش الدم يا حبيبي، يا ستي صاحبك راجل. سي مشى الحمد لله يا رب، الحمد لله. الله يهلكك يا منجي، الله يهلكك، كلها جرايرك، شنو هي المصيبة اللي حلت بيا أنا؟ ما طلعش نحلم زادة، نحلم إيه؟ اسمع، خليني نحفظ سورة ياسين على ما يأتي. قدم ياس على كل قدم ياس، ماذا شنو؟ عليك يا الطيب يما شي غلبة فيها دم. يما يا ربي تستر يا ربي يا حبيني. يما شكل المنجي صحيح ورحمة بويا لدي فيها دقيقة، انا لين قاعدة وحيت حياك. يا 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 ح
السيارني عادي السعاد ما تخلوي ضمي خبيرة أنا ماشي الكوجينة تلفت نفطري دم في الدروج طالعين حتى الفريجيدير سبيل عظيم أنا السعاد يستمر بعد دخل الكوجينة عشا وخرج ورحمة بويا كان حاضرة حتى تخيل بكفتة اللي وظل من العشية لقيته فيرق يا أمور كلام المنجي يمكن صحيح الليلة هما إرهابي مجروح وميت بالشر متخبي في الحومة وعلينا يا حياتي يمشيش عجبته الكفتة يرجع باش يفطر سعيد يا خالد بونجور يا واتو والله ترى اكلوها من تو البابالون
بطبيعته من بنوني. اسمع سامو خايف، ما عرفك شكل الهاب نتاع البارح؟ بابا بابا ما يجيش تاع الارهاب، ما قلبي تاعته قلت لي بداني الارهاب راهو ما يطلعش بالنهار، هالجيل هكا النور واش كان مكون توا يطلع كان بالليل. انت يا مخي هو قال لك الارهاب مش نتاعنا. مش نتاعنا الله اعلم من كنت بعد. والله لحقني صحته تذكرني خليته دلي. نعم عليه لا يا اخي ناوي تشكي الحاكم؟ اه سيدي نقعدوا في الرعب ما لا. يا بنتي يا بنتي الارهابي البارح قال المنشي قال له كان تشكيو للحاكم والا تعلموا واحد وراني الا ما فرق عنده. اوه يا لطيفي ايش باش تعملوا احنا توا يا خالد؟ ما نعرفش باش نعملوا يا اخي انا خبير في الجماعات الارهابيه انا معاكم انا. يا تصل البيت كذا زعما قلنا البيت رابط والابلس تتب يناري علينا وبرا وإذا بها الذئاب المنفردة تدق علينا في البيبان وإحنا كل علاش متخبي. الله لا تربع عليك أنت تبر. أنا خايفك كان على رونجي قليبه ضعيف وما يتحملش. أنا هو اللي متحمل. صدق خالي؟ لا 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 حط شيء أنا أسمع أنا بصراحة أنا والله ماني خايف منه. أنا بارح وقت جا دق علي الباب والله على مرتي أنا جيت خارج له هكايا دقدق له قرايبه يا أخي هو أغرب. أقول لكم حاجة انا اليوم باش نمش لقيتي ومن لقيتي ونهز ولدي وروحي نفخص نهاركم مبروك سعيد. عمرك طويل ولدي انت ايش قلبك ذكري وش قلت باش خارج من بيتك اليوم اش مجايبك؟ اوه البارح الراجل دق عليكم من الباب اليوم تحبوا يقعد في الدار وحده يدب في الباب. اها من علاش غالي لك تسالتك تبني تهلوز عليك؟ لا لا يا سيد تعلمك ماكش تهلوز افكتيفمون دق علي الباب وقلت له اليوم تاخذ تاعك. أما الحاجة اللي مانيش فاهمها أنا علاش جاي السيد دق عليا أنا برك وخلي المنجي وقت اللي احنا بيوتنا باش نبعد عنهم بالحق يا خويا تعرف أنا واحد من وين هز غولي باش فهمت علاش مركز معاك شكون قال لك مركز معايا شكون قال لك؟ قلت علاش دق عليا أنا برك دق عليا دبل إرهابي يا ابو موسى قالوا نفسي متشدد ولا معتدل؟ معتدل كيف الطقس هكا؟ يا ودي قال لك الراجل يحاول في الفرفر يا عادي يشكر لا داعي لركوب البرداعي اللعب هذا انا ما نلعبوش باهي ارهابي وفي سيدي بوسعيد مالاش خليه ولا جبوله ولا تفرق الحين وبالك اجا الارهابي محسوب ما انا كيما قالوا في الدلف ده نتصدوا له باش كل بيت وحده شعبك ما تصدى بلادي هي انا لا نتصدى لا شوطه باش تكون في بيتكم بالله يا عم شقولك احنا قاعدين نزم علينا ارهابي ايش تعمل ايه؟ انا مش عارف يا محسوب هو طيب لك على كرعيك شكون هكا التافه هذا زدت لك كرعي انا وقتها شوف شوف قولها لكم بكل صراحه وبكل شفافيه ان الارهاب يرعبني يزعجني يرخب لي نفاسي رغم اني وقت كنت نكور في الشمينوها كانوا يسموني الارهابي الكل الكل ترعش مني ها وش شكون جا؟ شكون جا؟ يا ولدي اقعد اقعد على المنجي منجي المنجي تو نجدو هاي سيد يا جماعه من الليلة الليلة قلب البارح يعني ما حبوش يتذكروا عليه من شفت الهابي ما انا من شفت شكون تعرف طلعنا الفوق للدار ودق الباب على خالي عزي ونزيدك زيادة مشى للدار الاخرى ودخل البوشينة حل في الجدار وكل كيف تقتل لا شوف لا لا مش تتسلك لا تهلا يا المغرب طيارة كما هكا يسقط حتى الى الابد المغرب المغرب شفت صاحبي فين؟ سيدي مازال ما شرفتش فيه. ايوا لا يقطعك كاين زوج صاحبي فيه ولو كان مين جاي في الصلاه يستناك انت عندي في قضيه كاين. يوصل يا سيدي الله يبارك. نعم وراك انت بترقد يا ولدي مازال خايف؟ لا يا بابوشة غادوني كعبات الكبت الكلاب الارهابي زعما باش فاحشين. لو كان سي ولدك ما خرجش الطرفه عقب ديالي راهو لا شد ولا ارهابي لا احنا في المصيبه هذه. تعال تفك عليا يا حمل بالعاني هو صدق الخير خالي الراجل مضروب ودمه شرد له انا قلبي يقول لي ماهوش باش يرجع ان شاء الله يا حياتي ان شاء الله بون خلينا نمشي للبيروي انا عندي نوم خدمه تستنى فيا انا مين بهدني كيفاش دخل للدار الباب مسكر بالمفتاح انا سكرته في الليل قبل ما نرقدوا والباب مش مخلوع وانا وين نعرف يا بنيتي احمد ربي اللي ما خرجش شدي ولينا ونجيو كفو غرزة احنا وياه شو
هو هذا زاد؟ ها؟ إلى زنديق عزوز؟ مين يعرف اسمه؟ صعب نحلها الهم هذي؟ يمكن تطلع مفخة. ستار الله وقال اليوم على السبعة إذا ما ننقش المليون محطوط في ساشية الزبلة راني باش نبدا نتكي، وإذا كان شميت ريحة حاكم ولا ظهر واحد منكم تتحمل مسؤوليتك سي عزوز. اش بدي تكي هذا على الشحنة يا حبيبي؟ خالي جيت باش انا انت جيت وانا مشيت يا حياتي مشيت. في بالك ان الهادي بعث لي جواب تاع تهديد؟ الحكاية هكا وليت مخطرة ميلا. علاه؟ البارح ما كانتش مخطرة لله. وقت الخينة الدم ما كانتش مخطرة. وقت يدق عليا باب البيت في الليل وحكى معايا يفتح لك زعما. ليه يا خالي حبيت نقول لك اللي بالمنطق. يا بنتي لا منطق ولا رياضيات مشوقة. توا الدق وصل للدربالة. نزل في أمة سيدنا محمد الكل وشد فيها أنا شي حد عندي. علاه؟ خوك المنجي هذاك ما نجمش يكون رأي نبايا. خالي وو لا وو لا معدنوس. الطفل وارث 2 مليار دولار على قلبه مسلم فيك وشد فيا انا نبحط عطل مفتفت. بالك شي صغيرك انت جيرو معناها عندك الفلوس. لا انا ماني جيرو انا من اليوم وليد كرسي. حكي لي شمرت عملت كما قلت لي يا صاحبي فهيم كتبت لي جواب مبروك بالسفود بدلت خطي وعشيتوني تحت البيت. اش قولك يا صاحبي مش تحسني الكابو بتاع عصابة زيدان اسواك؟ ما صاحبي توا احنا ما كفرناليش شوية ودي لا كفرنا انا ما قصنا اسمع المنزل اول هام انت جبت الفكرة وقلت باش نرجع فلوسي ثاني هام مش تبدا الحكاية بعد تثبت بيها تنسى. والله يا صاحبي فهمني مش على حجر انا خايف على فطيمة وحيوتها تصير لمشي حاجة من الفجعة كهو ما عندي مثل السامع انت على شيء وكل شيء. اسمع ناني في راس الناس تطلع مدام حياة ندخل نار سي عزوز وانت ما تنساش باش تبعث ليه ميساج تقول ليه الفلوس تعطيه من المنزل ووصلها من راس الناس. انت فهمتك فهمتك يا صاحبي. ايش المحبس بديتي ليش تحبني انا بعث له ميساج بالبورتابل بتاعي ما يفيق بيا النوري يعرفوا راهو الرعب انت ملا ليش بايو يا ما مسميني نايم فهد ماني كمبست كمبست وخممت خممت وشريت بيستا جديد شد ركبها واسمع وفي المساج اكتب ليه الفلوس ما يجوش السبعة والا تمشي تشكل الحاكم راهو ونبدو بالكبير. يا نار يا نار يا نار يا حنين منجي اش تعمل انت هوني؟ انا اش عندي ما نعمل هكا كنت قاعد انا وصاحبي فهيم وهو مشى وانا قعدت قاعد يا اخي ماكش تشوفه قاعد ولا مانيش قاعد انا حيت وش بيك داخل بعدك انت؟ بالله بالله يلزمك هكا توا الريب يدور معنا في الدار وتحبني نورمال اسمع برا برا بحب امي انت ما تخليهاش وحدة برا وانا هوني هوني برا انت هاك هوني وكي يجيك الصيد اش تعمل؟ بالله حسب رايك المتواضع باش نهبط بالمشطة انا ماني باش نقطع بسم الله العظيم الرحمن الرحيم قلنا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته اتفضل سي فهم اش تحب ما ناقصني كان انت توا وقل لي شبيك قاعد تدور انت ما لاباس والله يا سي عزوز ما نحب شيء
ما كنت في القاعة ونسمع فترة تيش كلام، قالوا له رهيب يطلع لدار شي عزوز، ولذا جيت نسأل على حوالك. نعم سيدي نعم، الإرهاب يطلع لي للدار وطلبني زادة في مليون. مليون؟ مليون. الله الله الله، لا تربحوا الإرهاب. نعم الرأي تعطيه السؤال دفكنا منه عالجال الإرهاب سي عزوز راهو مخطر، ولذا في المال ولا في الأبدان. شو نعطيه مليون؟ نعطيه استغفر الله يا رب استغفر الله. ودراك البارح تقول له موافق وتوا واشد درت في الحياسة. ها؟ وانت شكون قال لك؟ انا ما قال لي حد راه، انا تخيلت هكا اللي انت خفت من الارهابي وقلت له نعطيك مليون باش يختار. اي فكت اسبوع قلت له نعطيك مليون، اما شو باش نبلصوا برا هكا. شكون هذا زاد؟ شكون؟ هو ميساج هذا. ها شنو المنجي لازم يوصل له الفلوس ما كانش يبدا بالكبير. هاي الحمد لله ماهوش انا الكبير، الحمد لله. مسكينه مسكينه اختي فطيمه جات في راسها. لاباس يا عزوزه. هاكا سي وخيله يحب على سي المنجي يوصل له الفلوس مع السبعه، ما كانش قال لك نبدا بالكبير. وشكون الكبير؟ اختي فطيمه. يا ناري عليك يا اختي فطيمه يا ناري. سمعنا سي عزوز ده اللي انت غلط، هالجيل هو وكيله قال لك كبير مش الكبيره، ولذا الضرب عندك. زعما؟ ايه هلا واش انا واضح. استنى 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 الساعه. وهو كيفاش طلع من رويا؟ ومنين يعرف اسامينا؟ يا سي عزوز انت ما تعرفش الارهاب، الارهاب راهو كان الجم مد داروقه في كل بلاصة. اخطبوط اخطبوط الله معافينا، ولذا اعطيه سواردو فكنا منه. سواردو سواردو تسعة وانا وسواردو توا بيه. الله يبارك وطول نعطيه المليون، اما على خاطر اختي في تايمر فجيات مسكينة فجيات. مية وتسعين ميتين هاي هاو 300. تفضل سي شباب هاهم 500 ولا استنى 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 عايشك استناوي خليني نزيد نثبت. شنو توا السبعة قريب تصير ولازمني نكون في الموعد انا. يا ربي ساعة وانت تحسب وتعود وانت شبيك مزروب يا سيد؟ عندك فول طيارة تستنى فيك شد. ها ولا قولوا لي يا جماعة جاتني فكرة، اش قولكم لو كان نحطوا له فلوس مزيفة ونكلموا الشرطة؟ ها وهكاك يشدوه متلبس. ومنين باش نجيبوهم؟ ليه ليه يا خالي يا مان فك علينا. اسمع نقول لك انت كان قد مستغنى على حياتك بري مش احكي مع انت راس راس. انا ما نزلوش فلوس مزيفة يا سيدي وكيف يتمام شف تفضل ها برا ان شاء الله يبيعوه وجاه سيدي بوسعيد. برا ولدي برا قصد ربي. والله خالي كارك تهبط معاه. وين وين نهبط معاه وين؟ السيد قال في المساج راهو ما يحب يراه حد بخلاف المنجي. وهوك على لا يقدر على لا يقدر خوك جرات له حاجه يتسمى شيء ولا ربما ندبروا في شرط وتعويضات. بعيد الشر على ولدي. بارك الله فيك يا سي خالي. من غير مزيه سي ولد اختي. يا ربي ما السلام عليكم. وين راك رايح المنجي؟ اسمع ما تقوليش باش ترقد مازال حال. اروح اروح خويا عندي واش نقول لكم. ربي وقته دوا يا حجيله. اخي وش بيكم لاباس؟ لاباس في خير ونعمه. اسمعوا يا جماعه نحكي لكم واش صار دوكا. وانا جيت جاي الحوبه يا اخي نلقى برا واحد الغاشي هموند فو ونلقى الباركينج معمر معمر بالطوموبيلات تاع لابوليس. ما فهمت والو يا اخي. سالت قلت لهم احكوا لي واش صار هنا في الحومه. قالوا لي ثم ارهابي عنده مده وما يحوسوا عليه. يا اخي اليوم شدوه. يا حبيبي تعطي بحق الحجزه وانا باش نفدلك في هذه الامور. المنجي يا اخي وش بيكم ما امنتونيش؟ ها شعلوا لا تيليسون باش يحطوه في الاخبار. والله ما خذ انتصر الحق وزاد خر باطل. الحمد لله الحمد لله يا ربي الحمد لله. حليل تقعد ديما حليل. لا لا لا
واش بيك تبكي يا المنجي؟ والله غير ما فهمت والو، قولوا لي. بالفرحه يا حبيبه بالفرحه، ابكي يا بابا ابكي باهي. نسيتي العزيزه. سيبتي العزيزة من يوم ما دقيت على بابي، قبلت وضح منها سوابي، قولوا لي يا شلامي يا صحابي. سيبتي العزيزة سيبتي العزيزة العزيزة جابني الوحش والمحبة، لا هو طمع ولا المادة. فاذ قلتي وثما عزوز أقلق نور البرغور والنا. سبتي العزيزة قلتي وثما عزوز أقلق نور البرغور والنا، لحظة غاكي غحملنا سبقوا لنا نشلها كن. هذا قلتي وثما عزوز سبتي العزيزة يوم ما طلت هالطلة، عملك لي عملة ورا عملة، ما عرفتش نامي يا حلال الله.